السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. أتمنى تكون دراستكم منيحة وأموركم 100%. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أشرح لكم اللي هو لاب الباثوس صور وأهم المعلومات النظرية اللي بتفيدكم أو ممكن تنسألوا عنها في الامتحان. طيب خلينا نبلش فيهم صورة صورة. أول إشي، الصورة هاي بتمثل إشي اسمه فاتي ستريك. فاتي ستريك أخذته بالأثيروما بالباثوجينيسيس، إنه الأثيروما أول شيء بتكون فاتي ستريك، ماشي، وبعدين بتقلب شو؟ بتقلب بلاك. حلو. طيب بالفاتي ستريك بدنا نعرف إنه أول معلومة لازم نعرفها إنه فيها بس اللي هو ليبيد زائد فوم سيلز. الفوم سيلز شو هم؟ اللي هم الماكروفاجز المليانين ليبيدز. بعد هيك بصير في عنا اللي هو سموث ماسل ريكروتمنت وبروليفريشن وهاي الامور، بصير في عنا اللي هو الفايبروس كاب، بالاضافه لانه بصير في عنا نيو فاسكولاريزيشن او انجيوجينيسيس على اطراف الفايبروس كاب، وقتها بتتكون عندي اللي هو البلاك. هاي اذا بتلاحظوا هون شكل الفاتي ستريك. الفاتي ستريك فقط فيها اللي هو الفوم سيلز وحواليهم شويه ليبيدز. فوم سيلز وعليهم شويه حواليهم شويه ليبيد. طيب في معلومه ثانيه لازم تعرفوها عن الفاتي ستريك. لازم تعرفوا انه الفاتي ستريك ماشي ابييرز اللي هو سينس اللي هو 1 year old، يعني بتبلش تتكون من عند الشخص من لما يكون عمره سنة، وموجودة عند كل الناس اللي عمرهم 10 سنين فما فوق. موجودة بشكل أكيد عند الناس اللي عمرهم 10 سنين فما فوق. هاي المعلومة لازم تعرفوها. طيب الصورة اللي هون، لو نسألتوا شو بتمثل، يعني أنا بقدر أقول هاي الكومبليكيشنز and consequences of atherosclerosis. اوكي هاي الفات ستريك حكينا عنها. هسا في عندي انا هون اللي هو ulcerated plaque. الالسريشن هاي وحده من الكومبليكيشن، والانيوريزم وحده من الكومبليكيشنز. انيوريزم شو هي الانيوريزم؟ بصير في عنا دايليشن بالبلد فيسل وول. البلد فيسل بكون شكله زي هيك الطبيعي، مع الانيوريزم بصير شكله زي هيك. طبعا في عنا اللي هو الساكولار انيوريزم والفيزيفورم انيوريزم. المهم ممكن تكون من جهه واحده، ممكن تكون من جهتين. طب ليش بصير هذا الحكي؟ ليش بصير الانيوريزم؟ لانه بالاثيروسكليروسيس عندي انا البلد فيسل، ماشي، في عندي طبقة انتما، في عندي طبقة هنا ميديا. ميديا هاي اللي فيها شو؟ فيها البلد، فيها السموث ماسلز. فبالاثيروسكليروسيس الانتما بتبعد عن الميديا، هذا الاشي بيعمل لي ويكنينج بالبلد فيسل. برضه السموث ماسلز اللي بتتكون او اللي بتنتج اثناء تكوين الاثيروميتس بلاك بتكون نون كونتراكتايل سموث ماسلز، يعني ما بتعمل كونتراكشنز. فهذا الاشي بسبب ويكنينج بالبلد فيسل وول، بيؤدي للانيوريزم. لانه تعريف الانيوريزم هو دايليشن سببه الويكنس اللي بصير بالبلد فيسل وول. سببه الويكنس اللي بيكون بالبلد فيسل وول. طبعا شو في عندنا كومبليكيشنز ثانيه؟ في عندنا كومبليكيشنز ثانيه للاثيروسكليروس اذكركم فيهم، اللي هم الانترا بلاك هيموريج، في عندنا اللي هو الالسريشن، في عندنا برضه الربتشر، في عندنا برضه الاثيرو امبوليزم. هاي كلها بنقدر نعتبرها كومبليكيشنز. طيب هاي برضو الصورة برضو بتوضح لنا اللي هو الفاتي ستريكس وين بالكورونري ارتري، وحكيت لكم كل اللي بهمكم عن اللي هو الفاتي ستريكس. طيب هون اثيروسكليروسيس، هاي الصورة شو بتوضح؟ كومبليكيشن للاثيروسكليروسيس. شو صار عندي؟ صار عندي اللي هو سوبر امبوزد ثرومبوسيس. هاي واحدة من الكومبليكيشن، صار في عندنا رابتشر او ألسريشن بالبلاك، وفوقيها صار في عندنا ثرومبوسيس. ثرومبوسيس وين؟ بالرايت كورونري ارتري، عمل لي اوكلوجن، وهذا الشيء راح يعمل لي شو؟ انفاركشن، ماشي، كارديك انفاركشن او مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن طبعا مريض هون ما لحقوا ومات بعد 72 ساعه.
طيب هاي صورة هيستولوجي اللي هو الاثيروميتس بلاك. هاي اللي هي الاثيروميتس بلاك. الاثيروميتس بلاك فيها كوليسترول، ماشي. الكوليسترول كونه ليبيد بيطلع على اللي هو اثناء البريبريشن بيجيب لونه ابيض، ماشي. وفي عندنا هنا هاي شو؟ هاي كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشنز. كونهم في عنا شوية أو لما حكينا عن اللي هو diastrophic calcification بالجنرال باثولوجي، قلنا diastrophic calcification ممكن يكون بالأثيروما، فنوع الكالسيفيكيشن هنا شو؟ diastrophic calcification. طيب ماشي، خلينا نشوف اللي هو الصورة هاي. الصورة هاي عندي انا اللي هو الاثيروميتس بلاك هيها، ماشي. لكن صار في عندنا ربتشر فيها. لما يصير في عندنا ربتشر الكولاجين بيطلع. طيب واخذنا احنا في الجنرال باثولوجي قلنا انه واحده من العوامل اللي بتعمل انيشيشن للي هو الكلوتينج كاسكيد اللي هو الكولاجين. الكولاجين شو بروح بحفز لي؟ اللي هو هاجمان فاكتور. هاجمان فاكتور اللي هو فاكتور رقم 12، ماشي، اللي هو هاجمان فاكتور او فاكتور رقم 12. وقتها ببلش عندنا اللي هو انهيم الكلوتين كاسكيد، وبصير وبتكون عندنا اللي هو الثرومبس، وهي تكونت الثرومبس هون. فهون صار في عندنا اللي هو سوبر امبوزد ثروم اوسيس، سوبر امبوست ثرومبوسيس على اللي هو على الاثيروميتس بلاك، على الاثيروميتس بلاك. طيب هون برضو هاي الصور اللي هو صور ارتريز فيها اثيروسكليروز موجود هون، كبر اكثر. صار فيه هون شو؟ واحدة من الكومبليكيشن اللي هو انترا بلاك هيموريج. طبعا انترا بلاك هيموريج بصير في عنا نزف جوا البلاك، بتضلها تكبر، وممكن يصير فيها رابتشر وتؤدي لثرومبوسيس، طيب طبعا هون لما تضلها تكبر البلاك كل ما كبرت اكثر كل ما صار في عندي استينوسيس بالارتري اكثر، كل ما صار في عندي اسكيميا بشكل اكبر. طبعا اذا كانت هاي الاثيروسكليروسيس او الاثيرومينس بلاك هاي كانت بالكورونري ارتريز، بلش ان الموضوع الشيب ستيبل انجينا، بعدين بقلب الموضوع انستيبل، بعدين اذا تسكر الشريان كامل بعمل اللي هو مايوكارديال انفاركشن، بيؤدي لمايوكارديال انفاركشن. طيب في عندنا الكومبليكيشنز تعون الاثيروسكليروسيس اللي هو الرابتشر، الايروجين، الالسريشن او الفيشرينج، هاي كلها شو بسميها؟ هاي بسميها اكيوت بلاك changes. وهاي لازم تكونوا عارفين انه الاكيوت بلاك changes عامل مهم، ماشي، فاكتور اللي هو in development of unstable angina from stable angina او unstable angina myocardial infarction برضه، ماشي. هذا عامل مهم او الكومبليكيشنز هاي مهمه في اللي هو تحول الستيبل انجينا لان ستيبل انجينا ومايوكارديال انفاركشن. طيب الاثيروسكليروز او كان في عندنا اللي هو ارتيريو سكليروسز في منه ثلاث اقسام او بينقسم لثلاث اقسام. في عندنا اثيرو سكليروسز اللي هو سببه تكوين الاثيروميتس بلاكس، في عنا ارتيريولو سكليروسز وهذا في منه نوعين اللي هو الهايلاين والهايبر بلاستيك، وفي عنا اللي هو المونك بيرغ كالسيفيكيشن، هسه راح نحكي عنه كمان شوي، ماشي. فالارتيريولو سكليروسز اول نوع منه اللي هو الهايلاين ارتيريولو سكليروز. الهايلاين كنت اقول لكم بالجنرال باثولوجي انه لما اسمع كلمه هايلاين معناته انا بحكي عن بروتين، فهنا بصير في عندنا ليكج لشويه بروتينات، ماشي، تحت اللي هو تحت الاندوثيل سيلز او بالبيزل لامينا او بالانتيما. هذا الاشي بيعمل ثيكنينج بالبلد فيسل وول، وبيعمل استينوسيس باللومن تاع الارتري، وبالتالي بيعمل لي اسكيميا. اذا بتلاحظوا الصوره هون
ماشي، هاي اللومن تاع الارتري، طلعوا قديش اللومن تاعه كثير، او عفوا الوول تاعه كثير ثيك، وكله شو كله هاي لاين ماتيريال، بينك ماتيريال، هذا غالبا بكون بروتين، هذا غالبا بكون بروتين. طب لو سالته هذا اسوشيتد مع شو، او المريض هذا شو الريسك فاكتور ممكن تكون عنده، بقول واحد دايابيتس، اثنين هايبرتنشن. لكن انو اكثر دايابيتس ولا هايبرتنشن؟ لو كانوا الاثنين موجودات باخذ الدايابيتس، باخذ الدايابيتس. طيب الصوره هاي النوع الثاني من اللي هو الارتيريولوسكليروز، اللي هو الهايبر بلاستيك. الهايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروسز بدي اعرف كذا شغله. اول شغله بدي اعرف انه اكثر اشي بالكدني، هذا واحد. اثنين بدي اعرف انه سببه او مع مين بكو او مين الناس اللي بكون عندهم هذا الهايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروسز، الناس اللي عندهم مالجنانت هايبرتنشن. مالجنانت هايبرتنشن بيعمل لي اللي هو ثيكنينج بالارتريز او بالسمول ارتريز الموجودين بالكدني، بنسميه هاي الحاله اللي هو هايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروسز. اذا بنشوف اذا بناخذ كروس سكشن بالارتريز، طلعوا كيف شكل الوول تاعه، ماشي، عباره عن طبقات. طبقات زي مين؟ زي راس البصل، ماشي، راس البصل بكون اكثر من طبقه، فهذا المظهر اسمه اونيون سكين ابييرنس. طبعا هذا اشي ضروري جدا تكونوا عارفينه عن الهايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروسز، وهاي بديش احكي 100% من نقول 90% راح تجيكم، ماشي. طيب في عندنا مظهر او ابييرنس ثاني بكون مع الهايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروسز، اللي هو النيكروتايزنج ارتيريولايتس، نيكروتايزنج ارتيريولو او ارتيريولايتس. هاي عباره عن فيبرينويد نيكروسز، وبكون برضو موجود اكثر اشي بالكدني، وهي صورته فيبرينويد نيكروسز، وهي اللومن تاع الارتري، وهذا اللومن تاع الارتري. طيب نيجي للي هو المونكبيرغ ميديال سكليروسز او مونكبيرغ كالسيفيكيشنز، هو عبارة عن تراكم كالسيوم في جدران اللي هو في جدران البلود فيسلز، وطبعا هذا يكون برضو دايستروفيك، عبارة عن دايستروفيك كالسيفيكيشن، اي الكالسيفيكيشن موجودة بالبلود فيسل وول، بالبلود فيسل وول، هي موجودات، مش طبعا مش كثير مهم لانه ما بيعمل اي كلينيكال ساينز اور سيمتومز يعني، فهو انسيجنيفيكانت، فهو انسيجنيفيكانت. طيب نيجي هسه نحكي عن اللي هو الاسكيميك هارت ديزيز. الاسكيميك هارت ديزيزز انا عندي الانجينا، وعندي الام اي، وعندي اللي هو الكرونيك اسكيميك هارت ديزيزز، وعندي اخر شيء اللي هو السادن كارديك ديث. مش الانجينا بانواعها الثلاث، اللي هو الستيبل والانستيبل والفاريانت او البرينز، البرينز ميتال انجينا. طيب خلينا هون بلش نحكي عن الام اي. الام اي بصير فينا انفاركشن. انفاركشن شو يعني؟ نيكروسز، حلو، نيكروسز. نيكروسز يعني شو؟ يعني بصير فينا هيلينج. الهيلينج هون ما بصير بالريجنريشن، لانه الكارديك مايوسايتس بيرمننت سيلز، فالهيلينج هون راح يصير عندي شو؟ بالسكارينج. السكار لونه جاي هيك بكون بيل، فاذا بتلاحظوا هنا في عندنا جزئيه من القلب بيل، ماشي، هي هاي مكان الام اي، هاي مكان الام اي. طبعا هنا هاي النيو ام اي، ليش هنا بنستخدم اللي هو استخدم صبغه اللي هو تي تي سي عشان يشوفوا الام اي ببدايتها في اول تقريبا 3 ساعات. الام اي ما بتبين على القلب، يعني ما بتبين عندنا النيكروسز، لكن هنا بين عندنا اللي هو النيكروز بصبغه التي تي سي، اللي هو التراي فينايل تترازوليوم كلورايد، تراي فينايل تترازوليوم كلورايد. طبعا بين لي المنطقه اللي هو لونها بيكون بيل، لونها بيكون بيل. السبب ليش؟ مش مطلوب منكم، مش مطلوب منكم. طيب الصورة هاي، ماشي، في عنا اللي هو زي تيشو هنا، مش واضح الأحمر، خلينا ناخذ الأزرق. في عنا هون تيشو لونه اللي هو يلو بلو تقريبا، يعني بين الأصفر والأزرق أو بين الأصفر والأخضر. التيشو هذا هو جرانيليشن تيشو،
ماشي الجرانوليشن تيشو بتكون بعديها بتكون محله او بصير له ريموديلنج بيجي محله السكار بيجي محله السكار. الجرانوليشن تيشو لازم تكونوا عارفين انه انا بشوفه بعد 10 ل 14 يوم من الام اي جروسلي بعيني بشوف الجرانوليشن تيشو بعيني بشوف الجرانوليشن تيشو. بالجروس مورفولوجي بعيني برضو انا بشوف اللي هو الام اي على القلب بكون في عندنا ريد بلو ديسكالوريشن بعد 12 ل 24 ساعه. هاي لازم تكونوا عارفينها لازم تكونوا عارفينها. بعد اشهر بعد اشهر بقلب محل جرانوليشن تيشو سكار تيشو. وبدنا نعرف انه اذا صار في عندنا سكار تيشو فانا مستحيل اعرف عمر الجلطه. ممكن يكون عمرها او ممكن تكون الجلطه ما صار لها شهرين ممكن يكون صار لها 20 سنه عادي. ماشي. طيب ان هون اللي هو جروس مورفولوجي لا اللي هو الام اي هيها موجوده هون. فأنتوا لازم تكونوا عارفين اللي هو الارتريز اللي بال بال بالهارت اللي او بالكورونري الكورونري ارتريز اللي بصير فيهم اوكلوجن وبيعملوا لنا انفاركشن. اشيع واحد اللي هو اللادا الليفت انتير ديسندنج ارتري بعديه بيجي الرايت كورونري ارتري بعدين بيجي اللي هو الليفت سيركمفلكس ارتري. ماشي. بدنا نعرف انه اللادا الانفاركشن بتكون شو بتكون انتيريو سيبتال. الرايت كورونري ارتري بتكون اللي هو بوستيريو انفيريور والليفت سيركمفلكس ارتري بتكون لاترال. المحل الانفاركشن بيكون لاترال وذ اللي هو وذ ايبكس سبيرنج. الايبكس ماشي بتكون مع مين بتكون مع اللادا انتيريو سيبتال وذ ايبكس انفولفمنت وذ ايبكس. ماشي. هذا لانه كل شريان بغذي المنطقة هاي فاذا الشريان هذا سكر المنطقة هاي راح يصير فيها انفاركشن ونكروسيس. طيب هاي صورة برضو ام اي هاي لاحظوا هون كيف السكار. ماشي. السكار هون تكون فانا مستحيل اعرف عمر الجلطة قديش. هاي تعتبر اولد مايوكارديال انفاركشن. ماشي. قديش عمرها ما بعرف انا ما بقدر اعرف عمر الجلطة. طيب هسه بالنسبة للمراحل اللي او نحكي عن الهيستولوجيكال فيتشرز تاعون الام اي اللي هو with chronological order يعني الترتيب الزمني. بالبداية كونه صار في عندنا infarction. صار في عندنا شو infarction. infarction necrosis. necrosis شو راح يجيب لي inflammation. ماشي. الانفلاميشن نظفنا المنطقة راح يلحقوا شو راح يلحقوا هيلينج. فأنا كوني فاهم السيكونس هذا بقدر أعرف الترتيب كيف بكون أو كل فترة زمنية شو بلاقي فيها. طب بالبداية 12 ل 18 ساعة بطلع لنا اللي هم الويفي فايبرز. ويفي فايبرز هيهم الويفي فايبرز هذولا. ماشي. بكون مصدرهم كونتراكتايل بروتينز. اكثر من شغله ممكن تعمل لي الويفي فايبرز. طبعا هون بسبب شو بسبب اللوس اوف ميمبرين انتجريتي. لما يصير في عندنا نكروسيز الخلايا السيل ميمبرين تاعها ببطل محافظ على مكوناتها فالمكونات بلش تطلع لبرا منهم اللي هم هذول الويفي فايبرز. في عندنا هون هيستولوجي اكيوت انفلاميشن. صار في عندنا اكيوت انفلاميشن لانه شو لانه صار في عندي نكروسيز. النكروسيز بيعمل لي انفلاميشن. هاي علامة مهمة حكينا عنها بالجنرال باثولوجي. والنكروسيز ببلش اول شيء باكيوت انفلاميشن وعلامة الاكيوت انفلاميشن شو نيوترو فيلز. فالصورة هاي بتوضح ام اي مع نيوترو فيلز هيهم موجودين هون. ماشي. طبعا النيوترو فيلز بشوفهم من يوم لثلاث ايام تقريبا من 24 ل 48 ساعة. بعد هيك بتيجي اللي هو الماكروفيجز بتاخذ محل اللي هو النيوترو فيلز تقريبا من 4 ل 7 ايام. الماكروفيجز هون دورها بالانفلاميشن. الانفلاميشن هون شو بتكون؟ بتكون M1 cells. ماشي. وبالهيلينج الها دور بالهيلينج اللي هو M2 cells. ماشي. طبعا بس تتنظف المنطقة من البقايا الخلايا الميتة وهاي الأمور بقلب دور الماكروفيجز للهيلينج وبتبلش عملية اللي هو الهيلينج باي اللي هو scar deposition أو fibrous tissue deposition. طب في عندنا هون الصورة هاي اللي هم contraction fibers او الهم اللي هو كونتراكت الهم اسم ثاني كونتراكشن باندز. هذول شو سببهم؟ هذول سببهم اللي هو الري بيرفيوجن انجري.
ماشي صار في عندنا ريبرفيوجن، بتكون الخلايا اوريدي ماتت، لكن لما يرجع الاكسجين ويرجع الدم الخلايا هون بتعمل انقباض ماشي، لكن لعدم وجود الاي تي بي ما بتقدر تعمل ريلاكسيشن، فاسمها كونتراكشن باند او مسميها كونتراكشن باند نيكروسيس. نيجي لهون الصوره هاي، طبعا بس تبلش عندنا عملية الهيلينج، الهيلينج باي سكار تيش ديبوشن، في عندنا 3 مراحل انجي جينيسيس، بعديها بكون في عندنا اللي هو الجرانيليشن تيشو فورميشن، بعدين بصير في عندنا اللي هو الريموديلينج، والريموديلينج بصير للجرانيليشن تيشو بتحول لسكار تيشو. هون عندنا بعد اسبوع تقريبا لاسبوعين بلش يتكون عندنا الجرانيليشن تيشو، الجرانيليشن تيشو من ايش تكون؟ والله اللي هو كابيلاريز، كابيلاريز على فايبروبلاست على ماكروفاجز ماشي، وماكروفاجز بنشوف هنا اللي هو الجرانيليشن تيشو. هتحكوا لي كيف عرفنا جرانيليشن تيشو؟ هنا ضايفين صبغه اسمها تريكوما ستين هاي مع الكولاجين تايب 1 ماشي، بتعطي لون ازرق، لون ازرق بشكل قوي، يعني بصير فينا ستيننج او هيفي ستيننج. لكن مع كولاجين تايب 3 او تايب 2 ماشي بكون اللون خافت ومش واضح. هون بتلاحظوا انه مش واضح، مش كثير صار في عنا ستيننج يعني ماشي. فهون لما ما يصير لما ما يكون في عنا ستيننج بشكل كبير بحكي انه هذا جرانيليشن تيشو. لما يكون في عنا هيفي ستيننج وفي عنا كولاجين تايب 1 بشكل كبير، الكولاجين تايب 1 بيكون موجود بالسكار تيشو فقط، بتلاحظوا الصوره هون، طلعوا الهيفي ستيننج، بسبب اللي هو الريموديلنج صار للجرانيليشن تيشو وتراكم كولاجين تايب 1، صار في عنا هيفي ستيننج اوف ذا تيشو هنا. فهذا هو عباره عن سكار تيشو او فايبروس تيشو طيب ماشي. هنا برضو healed myocardial infarction، هيا هون محل الميوسايت صار في عندنا اللي هو non functional tissue اللي هو السكار tissue. طيب نيجي هسه نحكي عن اللي هو الهايبرتنسيف هارت ديزيز، على مستوى اللي هو الليفت سايد هايبرتنسيف هارت ديزيز بصير في عندنا اللي هو هايبرتنشن، بكون في عندنا هايبرتنشن، بزود الافتر لود، فبكون القلب مطلوب منه يضخ او يولد ضغط اكبر عشان يقدر يفتح الايورتيك فال ماشي. هسه عشان يولد ضغط اكبر لازم يعمل كونتراكشنز بشكل اقوى ويزود التنشن طيب عشان يعمل هذا الحكي لازم كونتراكتايل بروتينز اكثر. طيب شو يساوي، شو بتساوي الكاردك مايسايت؟ بتزود الكونتراكتايل بروتينز، بتزود الاورجانيلز، بكبر حجم الخليه. شو صار فينا؟ هايبرتروفي، حجم الخلية بيكبر، عددهم ما بيزيد، لكن حجم الخلية بيكبر، حجم الخلية بسبب زيادة الكونتراكتايل بروتينز عشان تتغلب أو تولد الكاردك مايوسايت ضغط أكبر عشان تقدر تفتح الأيورتيك فال. هذا بنشوفه في حالات اللي هو الهايبر، في حالات اللي هو السيستميك هايبر تنشن. وهاي صورة الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، طلعوا كيف اللي هو الكاردك مايوسايتس كبر حجمها مقارنة بالحجم العادي الطبيعي اللي هون. طيب هون في عنا احنا complications للميوكارديال انفاركشن، له تقريبا 10 complications، طيب واحدة من الكومبليكيشن اللي هو تكون الميورال ثرومبس. تعرفوا ليش؟ هسا في عنا او لما يصير عنا ميوكارديال انفاركشن في جزئية من القلب بتموت، بطل تعمل كونتراكشن. هذا الاشي بيسبب تراكم اللي هو الدم او بقوة الانقباضية للقلب بتقل، فالدم ببلش يتراكم جوا القلب. تراكم الدم جوا القلب شو بيعمل؟ ستيسز، والستيسز حسب اللي هو الفيرتشو ترياد او فيركو ترياد، الستيسز احد العوامل اللي بتأدي للثرومبوسيس ماشي. فهون بصير في عنا ثرومبس جوا القلب، سميناها ميورال ثرومبس او بول ثرومبس، حكيت لكم عنها قبل هيك في جنرال الباث. طيب في عندنا هون واحدة من اللي هو اللي قلنا الكومبليكيشن نفس الشيء اللي هو الميورال ثرومبس، حكيت لكم سببها، هي الميورال ثرومبس هون، والميورال ثرومبس هيها بتكون بشكل واضح جوات القلب. طبعا الميورال ثرومبس هون بكون في عندنا شو لازم نكون عارفين، there is risk
of شو؟ امبولايزيشن. لوين؟ وين بتروح هاي الامبولاي؟ على مكانين، يا بتروح على البرين يا بتروح على اللور اكستيرميتيز. واحدة من الكومبليكيشنز برضو تاعون الام اي، الكومبليكيشنز تاعون الام اي، في عنا رابتشر، رابتشر اوف شو؟ ممكن يكون في عنا رابتشر اوف فنتريكولار وول. رابتشر اوف فنتريكولار وول شو بيعمل لي؟ بيعمل لي اللي هو الدم ببلش يطلع برا القلب ويتراكم بالبريكارديوم، بيعمل لي اللي هو هيمو بريكارديوم، بيؤدي للكاردياك تيمبونيد. ممكن يصير في عنا رابتشر لشو؟ رابتشر لا اللي هو الفنتريكولار سيبتم، الحاجز اللي بين تو فنتريكلز، بيعمل لي شو؟ فنتريكولار سيبتال ديفكت، فتحه بين التو فنتريكلز. ممكن يصير في عنا رابتشر للبابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل هاي شو؟ هاي عضله بتكون ماسك الفالف، يعني هاي الفالف مثلا هاي عند القلب انا، ماشي عندي هون انا القلب، عندي هون انا اللي هو الميترال فالف. الميترال فالف في هون عضله بتكون ماسكيته اسمها بابيلاري ماسل. بابيلاري ماسل التندون تاعها اسمه كوردا تندني، بتكون ماسك الفالف. وظيفتها شو؟ وظيفتها تمنع الباكورد اللي هو اللي زي ما نحكي انه مش عارف شو معناها بالانجليزي صراحه، انه الفالف يقلب لفوق، ماشي، انه الفالف يقلب لفوق. هذا الاشي او هاي وظيفة البابيلاري ماسل. فممكن هاي البابيلاري ماسل يصير فيها رابتشر. اذا فقعت هاي البابيلاري ماسل شو بتعمل لي؟ بيصير الفالف، ماشي، شغله مش مزبوط، بيعمل لي فالفولار ديس اوردر. واحدة من الفالفولار ديس اوردرز اللي بيعمل لي اللي هو الميترال ريجيرج. الميترال ريجيرج، الميترال ريجيرج يعني الميترال فالف ما بيسكر منيح، انسافيشنسي. اذا بتلاحظوا هون هاي البابيلاري ماسل، البابيلاري ماسل هاي فقعه وصار الميترال فالف فيه مشكله، اللي هي مشكله الميترال ريجيرج، مشكله الميترال ريجيرج. طيب في عندنا برضه هون واحده من الكومبليكيشنز تاعت الام اي الفنتريكولار انيوريزم. بصير في عندنا انيوريزم بالوول تاع الهارت. شو السبب؟ لما نسمع كلمه انيوريزم احنا بنحلف يمين انه في عندنا ويكنينج بالوول، ضعف في الجدار، ماشي. طب الضعف في الجدار هون بالقلب شو سببه؟ الانفاركشن. ما هو الانفاركشن صار محلها شو؟ سكار تيشو. والسكار تيشو السكار تيشو ضعيف، نون فانكشنال، ماشي. فبصير في عنا ويكنينج بالوول تاع الهارت. الويكنينج هذا بعملنا انيوريزم. والانيوريزم هيها طبعا في عنا شو؟ في عنا اللي هو ريسك فور رابتشر، ممكن تفقع وتعمل لي اللي هو الهيموبريكارديوم والكاردياك تيمبونيت، زيها زي مين؟ زي الفنتريكولار والرابتشر. طيب واحدة من الكومبليكيشنز تاعون الكومبليكيشنز تاعون المايوكارديال انفاركشن اللي هو الكاردياك تيمبونيت. الكاردياك تيمبونيت شو يعني؟ اللي هو اكوميليشن اوف اكسس فلويد او بلاد اللي هو ان بريكارديوم، ماشي، وبيؤدي لشيء اسمه اللي هو بيكس ترياد. بيكس ترياد بصير في عنده مافلد هارت ساوند، ديستندد جوجولار فين، واللي هو الهايبوتنشن. طبعا بكون القلب محشور حواليه دم، مش قادر لا يتوسع ولا قادر يضخ دم بالكاردياك تيمبونيت. طيب الدم هون من وين ممكن يجي بعد الام اي؟ رابتشارد ventricular wall أو ruptured ventricular aneurysm، ماشي. طيب طبعا في صورة هون حكيت لكم عنها left ventricular hypertrophy، هاي في systemic hypertension أو ممكن follow MI. ليش؟ لأنه في عندي جزء من القلب مات، فلازم الخلايا الباقية تعوض شغل الجزء اللي مات هذا. كيف تعوض الشغل؟ بدها تزود القوة الانقباضية تاعتها عشان عن طريق انها تزود الكونتراكتال بروتينز وتزود الاورجانيلز اللي فيها، فبصير فيها هايبرتروفي، بصير فيها هايبرتروفي. طيب في عندنا هون اللي هو وحدة او الرايت سايدد هايبرتنسيف هارت ديزيزز. لو كان في عندنا شوك، لو كان في عندنا بولموناري هايبرتنشن، بولموناري هايبرتنشن يعني ضغط جوا اللي هو البولموناري سيركيليشن مرتفع. طيب لو كان ضغط جوا البولموناري سيركيليشن مرتفع،
شو اللي شو لازم القلب يعمل؟ لازم القلب يولد ضغط اكبر، او الرايت فنتريكل يولد ضغط اكبر عشان يفتح اللي هو البولمونري فالف، كاد يولد ضغط اكبر. نفس الشيء زي ما حكينا عن ليفت فنتريكلر هايبرتروفي، بده يصير في عندنا رايت فنتريكلر هايبرتروفي. الرايت فنتريكلر هايبرتروفي ماشي بنسميها اللي هو كور بولمونالي رايت فنتريكولار هايبرتروفي، او رايت فنتريكولار دايليشن بنسميها كور بولمونالي. طبعا كور بولمونالي في عندنا اكيوت واكرونيك. الكرونيك بيكون صار في عندنا هايبرتروفي وممكن دايليشن، الاكيوت بس دايليشن، بس دايليشن بكون الرايت فنتريكل توسع بنسميها اكيوت كور بولمونال. اذا كان في عندنا هايبرتروفي بنسميها لو كرونيك كول كرونيك كور بولمونالي. اذا بتلاحظوا هون اللي هو الرايت فنتريكل الوول تاعه قد الليفت فنتريكل، والمفروض انه الوول تاعه يكون شو اسمه ارفع من الليفت فنتريكل، المفروض يكون ارفع من الليفت فنتريكل، فهنا زيه زي الليفت فنتريكل، فهون صار فيه هايبرتروفي، فكونه في عندنا هايبرتروفي فهي كرونيك الحاله، فهي الحاله كرونيك. طبعا البولمونري هايبرتنشن، البولمونري هايبرتنشن بيعملنا رايت فنتريكولار هايبرتروفي و كور بولمونالي كرونيك، والكرونيك كور بولمونالي بيؤدي له شو؟ بيؤدي له اللي هو رايت سايدد هارت فيلر. رايت سايدد هارت فيلر ببلش الدم يتراكم لورا، يعني يصير عندنا باكورد اكوميليشن او باكورد بريشر، الدم بتراكم بالقلب، برجع بتراكم وين؟ بتراكم بالسوبيرو انفيرو فينا كيفا، برجع لورا بتراكم بالفينز اللي بصبوا بالسوبيرو انفيرو فينا كيفا. شو بيعمل لي؟ بيعمل لي كونجيشن، بيعمل لي كونجيشن، واللي هو اعراض الكونجيشن، اعراض الكونجيشن بيعمل لي اديما اللي هم هيهم اعراض الرايت سايد هارت فيلر، بيرفع اللي هو الفينوس بريشر، بيعمل لنا اديما، اديما بالبريتونيال كافيتي اسمها اسايتس، بيعمل لي اللي هو اديما جوا الليفر وجوا السبلين اللي هو اسمه هيباتوسبلينوميجالي، وبنتج عنه اللي هو واحد من الابيرنس المشهور الابيرنسز المشهوره اللي هو النوت ميج appearance، اسم الحالة هاي cardiac cirrhosis. الليفر بسبب الكونجيشن والإديمة اللي بصير فيه ببلش يموت، بصير في عنا liver cirrhosis، كونه سبب القلب سميناها cardiac cirrhosis. في عنا dependent إديمة ماشي بالأقدام، وفي عنا اللي هو الجاجولار vein كونه الدم اتراكم فيه، اول شيء تراكم بالسوبيرو فينا كيفا، وبعدين برجع رجوع باتجاه اللي هو الانترنال جاجولار فين، فالانترنال جاجولار فين راح يتوسع ويصير فيه ديستنشن ويصير فينا اليفيشن بشيء اسمه جاجولار فينوس بريشر. الليفت سايدد هايبرتنسيف هارت ديزيزز او الهايبرتنشن سيستميك هايبرتنشن بيعمل لنا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، وممكن هذا الشيء يؤدي لليفت سايدد هارت فيلر، يؤدي الى left sided heart failure. طبعا most common cause له اللي هو الهايبرتنشن، ان الهايبرتنشن بيعملنا هايبرتروفي، وبعد بعدين الهايبرتروفي ببلش يصير في ان اللي هو left sided heart failure. اعراضه بس متعلقه على مستوى اللنج، لانه الدم ببلش يتراكم لورا على البولمونري سيركيليشن، بصير في عندنا بولمونري كونجيشن. بولمونري كونجيشن شو اعراضها؟ قحة، كف، كراكلز بصير فيه لما تحط السماعة على صدر المريض، بصير في عنا شو؟ بصير في عنا اللي هو اللي زي صوت، بكون زي صوت الأرجيلة، زي لما تنفخ بالأرجيلة بطلع نفس الصوت. المريض بكون في عنده سينوسيز لأنه اللنجز ما بكونوش شغالين منيح، بكون في عنده اللي هو باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا، باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا، بكون يصحى بالليل مش قادر ياخذ نفس، مش قادر ياخذ نفس، بيضطر يقوم ويروح يوقف على الشباك عشان يقدر ياخذ نفس، عشان يقدر ياخذ نفس. هذا سببه شو؟ سببها اللي هو البولموناري إديما. طيب نرجع لهون، بس الرايت سايدد هارت فيلر ماشي سببه شو؟ سببه البولموناري هايبرتنشن، او اشياء سبب لا الرايت سايدد هارت فيلر، الموست كومون كوز لازم تكونوا عارفين از اللي هو الليفت سايدد هارت فيلر. طب كيف؟ ما هو بصير فينا باكورد بريشر ماشي من الليفت سايد اوف ذا هارت على البولمونري سيركيليشن، بيرتفع الضغط جوا البولمونري سيركيليشن، صار فينا كونجيشن باللنج، وصار فينا بولمونري هايبرتنشن. بولمونري هايبرتنشن عملنا رايت فنتريكولار هايبرتروفي ودايليشن اللي هو الكرونيك كور بولمونالي، واللي ادى لرايت سايدد هارت فيلر، اللي ادى لرايت سايدد هارت فيلر. تمام، خلينا نوقف لهون،
هذا راح يكون البارت الأول من شرح اللاب، إن شاء الله راح أكملكم الباقي في بارت ثاني. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.